مروك متعة الإعلام الجاد والهادي. للمزيد من المستجدات والأخبار زوروا موقعنا سكوب مروك ويما. نموذج من التهندس بمدينة ستات، إنها مشاهد لو كانت على شكل صورة لقيل أنها من إنجاز برنامج فوتوشوب، لكن بما أن الأمر يتعلق بفيديو ملتقط من الواقع فالفضل هذه المرة يعود لقسم التعمير ببلدية ستات الذي استلهم هذا النموذج من التهندس بحي السلام بمدينة ستات. منزل يخترق عمود بتيار كهربائي عالي التوتر، رغم أن هذا الأخير يمكن أن يسعق أي مواطن على بعد بضعة أمتار، فأين هم مسؤول هذه المدينة؟ وما رأي قسم التعمير ببلدية ستات في هذا التهندس؟